السلام عليكم حبيباتي، كيف حالكم؟ نتمنىكم كالعادة بخير على خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو مع بعضياتنا بطاطا سوفلي. غادي نبداو اول حاجة بالحشو اللي غادي نديرو في قلب البطاطا. كنحتاج ليها بصلة مشلضة كبيرة، كنحتاج ليها الكفتة على حساب عدد الاشخاص والرغبة، انا كنفضل البصلة تكون اكثر شوية من الكفتة. كنحتاجو زيت المائدة، كنحتاجو القليل من اللوز اللي انا دخلته للفران حمرته وغادي نقطعو مازال على جوج، كنحتاجو ملح وابزار، انا عندي هنا ابزار بيض غندير شي شويه، وكنحتاجو هاد البهارات اللي هي السبع بهارات. بسم الله على بركه الله. غنديو مقلاه فوق النار، حطينا الزيت ديالنا، غنجيبو البصل نحطوها، كتبدا تبان لينا البصله ديالنا. كنضيفو اللحم المفروم، انا عندي مثلث شي شويه ولكن معليش دابا غنقص النار، غنخليها شويه شويه تنزل تتقاد ليا. كما كتشوفوا الكفته ديالنا هي تطيب مع البصله، كنضيف الملح، انا كنقولوا حساب كلشي على حساب الرغبه، على حساب المقدار اللي ديالين ديال اللحم ديال الكفته يعني. وكنضيفوا دابا السبع بهارات، يعني ما شاء الله ريحتو السبع بهارات جميله جدا ومتوفر عندنا في المغرب. حبيباتي ملي طابت الكفته كنضيف ليها دابا اللوز ديالي اللي ديجا حمرته في الفران وقطعته كما قلت لكم على زوج. غادي هاكا نقلبهم مع بعضياتهم، غنفعل الحشوه ديالي وغندوزو للمرحله الجايه. حبيباتي في هذه المرحله ديالنا غنحتاجو البطاطا مسلوقه، ضيت انا سلقت كيلونس ديال البطاطا، الا قشرت تقريبا نصها حيت تبقى سخونه، تنبغي نمعسها وهي سخونه. غادي نمعكها وغنمعكها مع الزبده ومع شويه الملح والقليل من الابزار باش غادي نديروها طبقه اولى، وعندي ندير الحشو ونرجعو نديرو فوقنا طبقه ثانيه. غادي نمعس البطاطا ديالي ونرجعو نشوف. كما كتشوفوا حبيباتي انا ضفت الزبده، رجعت باش نوريكم المرحله باش ما تفوتكمش الزبده. غادي نضيف هنا الملح، الملح يكون كافي البطاطا ديالنا، والقليل من الابزار اختياري، اللي بغى يضيفوه اللي مبغاش يضيفوه هو. غادي نمعكوها ونرجعو. بعد حبيباتي ما قدينا البطاطا ديالنا رجعناها بيوري، اكيد بدون حليب بدون اي شيء، فقط زبده وملح وبطاطس مسلوقه. غنجيبو هنا لا شابلور، غادي نديرو القليل في الصحن ديال اللي غادي يدخل الفرن هكا تحت ديال الصحن، انا لا شابلور كنصاوبها في الدار، صاوبها على اليدية احسن. وغادي نشكلوا طبقه ديال البطاطس وغادي نرجع. هنايا بغيت نوريكم كيفاش كنديف باش كنبسط البطاطس ديالي باش لا شابلور ديالي ما كتحركش ليا من الموضع ديالها. كنديف قطع ديال البطاطس كنحطها هكا بين يديا، كنحطها شفتيهم ملي كيبقاو ليا الفراغات كنعبي الفراغات وعاد كنبسط البطاطس من الفوق باش لا شابلور ديالي ما تحركش لي لتحت. حبيباتي من بعد ما حطينا البطاطس ديالنا كنجيبوا ملعقه وكنحطوها في الماء بحال هكا، وكنبداو كندوزو على البطاطس ديالنا بس تساعدنا باش نبسطوها وما تلصقش لينا البطاطس. في الا درت هذا سباتيور ما غاديش تليق ليا بحال الملعقه، ملعقه تليق ليا احسن. غنكملو هكا تنقادو البطاطس ديالنا وغنرجعو. حبيباتي من بعد ما قدينا البطاطس ديالنا غنجيبو دابا الحشوه وغنحطوها فوق من البطاطس، يمكن نحطوها بشويه هكا ويمكن نفرغوها كامله ومن بعد نقادوها. من بعد ما حطيت الحشوه ديالي وقديتها ها هي، دابا غادي ندوز باش ندير طبقه ثانيه ديال البطاطس. الاشاره في هذه الوصفه جميله جدا، ويمكن لنا نقدموها مثلا كان عندنا ضيوف او شي حاجه كوصفه من ضمن الوصفات اللي نحطها مثلا في السفره. حبتي هذه ديال البطاطا سوفلي ديالنا بعد ما كملناها، دابا كنضيفوا ليها الطبقه ديال لا شابليون من الفوق بحال هكايا، تنقادوها كامله وندخلوها للفرن. هذه الصينيه ديالنا ديال البطاطا سوفلي بعد ما كملات، غادي ندخلها دابا للفرن وغادي نرجعوا بعد قليل نشوفوا النتيجه النهائيه. حبيباتي هذه النتيجه النهائيه ديالنا ديال البطاطا سوفلي، كتجي ما شاء الله رائعه كما كتشوفوا. انا رافقها بسلطه، وهذه القطعه اللي قطعت باش نوريكم لان البطاطا مازال سخونه فانتم عارفين ما كتهش بسهوله، الا بدات شي شويه غتولي شاده في راسها مزيان. كتشوفوا كي كتجي رائعه ما شاء الله، هانتوما رائعه، شي حاجه زوينه بزاف. بصحتكم وراحتكم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساوش اللايك، كنحبكم في الله الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.